الآن أيها الإخوة الأكارم، نختتم هذا المؤتمر كله بدعاء من سماحة والدنا، لا أقول رئيسنا بل والدنا جميعا، الذي تسير الرابطة على هدي منه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أصالة عن شخصي المتواضع المذنب الراجي رحمة الله تبارك وتعالى والداعي، ونيابة عن جميع إخوتي وزملائي، أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الكريم الهادف الذي كان في صالح، لم يكن في صالح الإسلام فقط، وإن كان ذلك أكبر شرف، ولا في صالح الدعوة الإسلامية فقط، بل في صالح الإنسانية، وفي صالح المصالح الإنسانية الشريفة النزيهة، وفي صالح مستقبل الإنسانية، لأن الأدب كما قلت، كما قلت في الكلمة التي افتتحت بها هذا المؤتمر المؤقر، سلاح من أمضى الأسلحة، وهو الذي يكبر الاتجاهات والدوافع، والاتجاهات والدوافع هي التي تسوق الحاضر وتسوق المستقبل، هي التي تسوق المجتمعات، وهي التي تسوق الحكومات، وهي التي تسوق الآداب والكتابات والإنتاجات. فالأدب سلاح لا يستهان بقيمته، ولا يحتقر، ولا ينظر إليه نظرة ازدراء ونظرة استخفاف في أي زمن من الأزمان، خصوصا في هذا العصر الذي اكتسب فيه الأدب أكبر قوة. في أقول ذلك في ضوء دراساتي لتاريخ الأدب، لتاريخ الآداب، آداب مختلفة في لغات مختلفة وفي أدوار مختلفة كذلك. فاجتماعنا هنا أنا أعتبره، وسامحوني إذا نظرتم إلي كمتفائل، إنني أنظر إلى هذا الاجتماع كاجتماع ديني نرجو منه الثواب، نرجو منه الثواب من الله تبارك وتعالى والقبول، ونعتبره نوع من الجهاد، لأن الجهاد ليس شيئا محدودا، إنما هو شيء في العرف الإسلامي، في المفهوم الإسلامي، في المفهوم القرآني، وفي مفهوم السنة، الكتاب والسنة. الجهاد كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض إلى يوم القيامة، وكلمته ماض إلى يوم القيامة، يدل على اتساع الجهاد، على اتساع مجال الجهاد، وعلى كثرة أنواعه، وعلى كونه لائقا لكل عصر. فكلمة الجهاد ماض إلى يوم القيامة كلمة معجزة، كلمة نبوية لا تصدر إلا عن نبي يعرف طبيعة البشرية ويلهم من الله تبارك وتعالى. فأنا أنظر إلى هذا اللقاء، لا أنظر إليه ولا أزدري، يعني لا أقول ذلك استهانة بقيمة الأدب، لا أبدا، ولكن أقول إن هذا اللقاء هو أوسع وأعمق وأكبر وأضخم وأكثر قيمة من لقاء أدبي شعري أو مسامرة أو تسلية فقط، بل هو لقاء ديني ولقاء جهادي كفاحي. وأقول أخيرا أن يجب علينا أن نكون أمثلة للأدب الإسلامي في حياتنا وفي مظاهرنا وفي محاوراتنا وفي سلوكنا وفي كل مرافق حياتنا، نكون نموذجا مثاليا للأدب الإسلامي كما جاء، كما ثبت وتحقق من الكتاب والسنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم لا يكون أقول لكم لا في ضوء دراساتي وفي ضوء تجاربي وفي ضوء دراساتي للتاريخ، التاريخ الفكري والعلمي كذلك، أنه لا يكون التأثير
المقر للمصير التأثير المغير للأوضاع إلا بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى وبالاحتساب بالاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى وطلب رضاه. ترون في تاريخ الشعراء في مختلف الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية أنه لم يكن لكتاب تأثير ولا لشعر خلود، إذا صح التعبير لم يكن لشعر ولا لأدب خلود وبقاء مستمر حتى كانت الأجيال كلها التي تعاقبت كانت تتأثر بهذا الشعر إلا إذا رافق هذا الشعر الإخلاص. أضرب لكم مثلا بمولانا جلال الدين الرومي الذي له سنة قريبة بهذا القطر العزيز بهذه البقعة التي نجتمع فيها. إن شيخ جلال الدين الرومي عارف أستطيع أن أسمي أن أعرض أمامكم أسماء ودباء ملحدين داعين إلى الإلحاد درسوا شعر مولانا جلال الدين الرومي فأسلموا من جديد وتحمسوا للإسلام أصبحوا متحمسين للإسلام. أستطيع أن أعينهم بالأسماء أذكر لكم أسماءهم، وكانوا من كبار الدعاة إلى الإسلام إلى الفضيلة بعدما درسوا شعر جلال الدين الرومي، وكذلك شعر سعدي الشيرازي، كذلك شعر الشعراء الآخرين. وأستطيع أن أذكر لكم عدة أسماء من شعراء الهند الذين قلبوا الأوضاع قلبوا القوالب الفكرية المناهج الفكرية وعرسوا انقلابا في حياة الكتاب والأدباء والشعراء. فيجب أن يرافق وأن أستميع الأذن منكم أن يرافق نشاطنا هذا التأدب بالأدب الإسلامي عمليا وسلوكيا وخلقيا ودعويا. وأحمد الله تبارك وتعالى على أنه هذا اللقاء قد تم في هدوء وفي ثقة متبادلة وفي رزانة وفي جدية. والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، وصلى الله تبارك تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الذي يقول لكم وسامحوني الذي لولا هو لما اتفق لنا آلافا من السنين أن نجتمع في تركيا في إسطنبول نتكلم بالعربية ونتحاور بالعربية ونبص في الأدب العربي لولا محمد عليه الصلاة والسلام، لولا بعثته، لولا رسالته، لولا جهاده، لولا منزلته عند الله تبارك وتعالى، ولولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم لما حلم أحد حلما في المنام أن تكون اللغة العربية من يفهمها في تركيا في إسطنبول، من يكون هنا هذا اللقاء الذي تسود عليه اللغة العربية وتكون اللغة العربية هي أداة التعبير وهي الوسيلة للمحاورة. هذه معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام بعده. ولولا هو لما كان في الهند من يستطيع يتكلم بالعربية. أنا أقول إن لا يمنعني التواضع أن أقول لكم لولا محمد عليه الصلاة والسلام ولولا رسالته ولولا دعاة الإسلام الذين دخلوا في الهند وغزوا الهند وفتحوا الهند عقائديا وسياسيا وحكموا هناك ونشروا في هذا القطر الذي كما قلت لكم يسمى أكال الأمم، لأنه قد ثبت في التاريخ أنه ما دخلت أمة ولا عنصر ولا ثقافة من خارج الهند إلى داخل إلا أن الهند قد أصهرت في بوتقته وحللت وجعلت شيئا آخر إلا الإسلام، والذي استطاع وحده أن يبقى على عقيدته وعلى خصائصه وعلى طبيعته وعلى روحه، وهذا كله من فضل الإسلام. فلولا الدعوة الإسلامية ولولا الغزوات المخلصة ولولا ليس الجيوش الجندية فقط الحربية بل الجيوش العلمية والجيوش الدعوية لما كان للهند وهي مجمع للغات لا أعرف قطرا تتنوع فيه هذه اللغات ويكثر عددها مثل ما يكثر عددها في الهند. هذه اللغات المعترف بها
رسميا وقانونيا عشرات